متقدم واحد إلى امتحانات الشهادة المتوسطة في منطقة مرج عيون أحال تلك الامتحانات إلى غير عادية، فعبد الله طالب طالب أضفى ميزة ورسالة إلى الامتحانات مفادها أن العلم لا يحده عمر ولا سنوات، وكبقية التلاميذ الذين يصغرونه بعقود وربما من جيل أحفاده، دخل المركز وجلس على مقعده منتظرا مسابقته التي تحضر لها واستعد آملا في الحصول على شهادة حرمته منها ظروف أمنية ومعيشية. والإنسان لازم يأخذ قرار للحياة ما بتوقف. اليوم أنت مجلتي أني على بين هالطلاب بتعيد ذاكرتك لطفولتك للزمن اللي عشت فيه أنت من الفقر والتأثير اللي كان فيه، وأنا بطمح لهالشهادة مش من ناحية لوظيفي ولا شيء، ما عادش الزمن يحجز الوظيفة، هي رمزية أكثر من هيك. واليوم أول ما لفت لي نظري لما فت أنا مع هالطلاب رجعنا ذاكرة الطفولة لما كنا صغار مع الطلاب مع الأساتذة. عبد الله طالب يشارك 364 تلميذا الامتحانات في مرج عيون، وهو بلا شك سيشاركهم رهبة نتيجة انتظرها طويلا أكثر بكثير من غيره.